وأهل المزيد معنا من مدينة العالمين الجديدة، مراسل التلفزيون المصري إلى هناك محمد الخطيب. محمد، حدثنا عن النهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها مدينة العالمين حالياً. نعم، تطورات كبيرة تشهدها مدينة العالمين منذ عام 2018، وهنا كانت نقطة الانطلاق حيث قامت القوات المسلحة بإزالة جميع الألغام الموجودة في المدينة، ثم بدأت بعدها يعني الانطلاق نحو البناء والتعمير والتنمية. إذا تحدثنا عن ملف الإسكان فهو ملف في غاية الأهمية، وتظهر فيه بقوة قدرة الدولة المصرية على تعمير هذه المدينة التي أصبحت واحدة من أهم المدن أو مدن الجيل الرابع في العالم. يمكن ملف الإسكان يمكن تقسيمه إلى قسمين أساسيين. القسم الأول وهو الأبراج الشاطئية التي تظهر من خلفي الآن، وهي الأبراج التي تطل مباشرة على البحر، وهو 18 برجا خصصت للعديد من الاستخدامات، سواء كانت يعني شقق أو وحدات سكنية أو وحدات إدارية، وتبلغ أكثر من 6000 وحدة في هذه الأبراج. النقطة الثانية أو القسم الثاني من ملف الإسكان فهو يتعدد لاستخدامات عديدة. هناك العديد من مشروعات الإسكان التي تم تنفيذها على أرض الواقع وانتهت بالفعل، مشروعات خاصة بإسكان مصر ومشروعات أخرى من الإسكان المتميز، وأحياء مثل الحي اللاتيني وغيرها من الأحياء والمجتمعات الإسكانية المختلفة. هذه المشروعات السكنية بالفعل تمت على أرض الواقع وأصبحت الآن موجودة داخل مدينة العالمين، وخصص منها جزء كبير للإسكان الاجتماعي، حيث يمكن لجميع شرائح المجتمع أن تكون داخل مدينة العالمين الجديدة وداخل هذه المجتمعات العمرانية. نتحدث عن خطة استراتيجية وضعتها الدولة لتكون في نهاية 2030، نستهدف نحو 2 مليون نسمة سوف يكونوا يعني متواجدين في مدينة العالمين الجديدة. هذا فيما يخص ملف الإسكان. أما فيما يخص ملف الكهرباء ومحطات المياه، فبالفعل هناك تطوير كبير داخل محطات المياه. نتحدث عن أكثر من 10 محطات للصرف الصحي ومياه الشرب ومياه الأمطار لتغذية المدينة، طبعا خاصة أنها تتمتع بصفة ساحلية، فلا بد أن يكون هناك يعني قدرة كبيرة من محطات المياه على تغذية القرى السياحية والمناطق السكنية الجديدة والفنادق والمنشآت السياحية. نتحدث أيضا عن بنية تحتية قوية، نتحدث عن محطات للكهرباء، تطوير محطة كهرباء العالمين التي كانت موجودة، ويعني إنشاء محطة كهرباء أخرى لتكون على أتم استعداد طبعا لخدمة المدن السياحية والمدن الفندقية والمجتمعات العمرانية الموجودة داخل مدينة العالمين الجديدة. أيضا ملفات عديدة شهدتها مدينة العالمين الجديدة، ولا يمكن أن تتم هذه التنمية العمرانية إلا بوجود شبكة طرق كبيرة، حيث تم بالفعل يعني تطوير الطريق الساحلي ل 35 كيلومتر. هذا الطريق الذي طبعا يعني في جماله وفي تصميمه يحاكي العديد من المدن العالميه. نتحدث عن اتساع من 30 الى 90 متر، هذا بالاضافه الى الكباري المعلقه طبعا لمنع الازدحام ومنع التكدسات وتوفير الامان لجميع المسافرين على هذا الطريق. نتحدث ايضا عن المستشفيات وعن المدارس وعن الجامعات وعن محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من مدينة العالمين، شكرا جزيلا لك.